الهداية لنستمع للكلام للهداية غاية متعة وانسجام ونشوة بالبداية وعبرة بالختام ورحلة بالزمان ورحلة بالمكان للبحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص قلب الحقيقة نجري وراء الخيال للبحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص قلب الحقيقة نجري وراء الخيال عندك اليوم لعب التليفون. لا حبيبي هذيك مره اكلت بهدله من جده وهلا اذا كمشني يا الله يعيني. طول عمرك جبان وقوي. انا ماني جبان بس بصراحه صرنا كبار على هاللعبه. شو يعني عند للناس تليفونات ونغلظ عليهم؟ لك ايه تسلايه. شوف ما سمعتوا اخر الاخبار؟ خير ان شاء الله. مو جدو قرر يحط تليفوننا تحت المراقبة؟ ليش بقى؟ قال في ناس عم يدقوا تليفونات ويسكروا مثل الأولاد الصغار. بطلع اسألني جنب التليفون. شو عامله يعني؟ بعدين قلت لك لعب على التليفون ما في. وليش بقى؟ لاني وعد جدو. تفضل اخي تفضل. اهلا جدو. مرحبا جدو. اهلا. الله يعطيك العافيه. تعبناك جدو. جدو اجيب وقتك. خير يا جدو. شو في؟ ماما على التليفون. كيفك سامي؟ الحمد لله عمو. وابوك شلونه؟ بسلم. شو هالجدو اللي معك؟ كمبيوتر. واو كمبيوتر مرة واحدة؟ يا عيني. يعني فينا نلعب على جدو؟ طبعا فيكن جدو. هذا فيه ديسكات خصوصي وفيه لعب وفيه كمان معلومات كتيرة. حطينا لعبة جدو. استنوا بس ليركبوا الزلمة. جدو جبتنا لعبة باربي. لكان جدو في لعبة باربي وسباق وكمان لعبة الفضاء. هي برافو برافو ريم. نحاين نحاين خليك على اليمين على اليمين. ايه ايه كمان كمان على اليمين. قلت لي خليك على اليمين. دوري على عيني يا جدو. هلا بعطيك دوره خلاص. ولا يهمك. لا سيدي انت عم تغش. شلون عم غش هذا الكمبيوتر؟ شلون عم غش؟ ايه اخي انت عم تغش. روح يا جدو هلا بعطيك دورك.
سيارتك الحمراء شدو. سمعت عن التري؟ لا 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 تخاف. اسمعني، بدي اسمعك. فيكن توطوا هالصوت شوي؟ اي والله انصرع راسي. حاضر جدو. انا شو اللي ضربني على راسي وجبت هيك اختراعات؟ في راس حاجه اليوم، اعمل استراحه. بدي اغلبها جدو. بدي اسبك، هلا اشوف فيك. ايه لا، انا اللي راح اسبك. جدو، طالع معنا. لا حبيبي لا، انا حاجتي اليوم، اعطي دوري لفارس. جدو، تعال شوف لقيت سيارتي. اعترف انك خسرت. إيه لا حبيبتي ما خسرت. وهي رجعت. حقيني يلا نشوف، حقيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو في راس؟ صحيح جبت كمبيوتر؟ يعني ما عاد في شيء يتخبى بهالمدرسة؟ وأنت شو عرفها؟ ما في أحد بالصف ما عارف. في راس اليوم جاي لعندك بعد غدا ها؟ لا سامي اليوم ما في. وليش بقى؟ اليوم جده مرضان وما بدنا نضايقه. إن شاء الله بكرة. باي. خير، ليش ما بدك سامي يجي لعندك اليوم؟ جده ما بو شي. بعرف، بس بدي أتدرب شوي على الكمبيوتر الجديد قبل ما ألعب معه عشان ما أعطيه فرصة يغلبني. يلا. لك بس بدي افهم انا انه لما بيرجع ابوك وامك من السفر وبيشوفوكم على الحاله هي شو بدهم يقولوا؟ لك شو صار لكم؟ كانكم ما كنتم شايفين شيء؟ قالوا لي لشوف انتوا خلصتوا دروسكم ووظائفكم؟ انا خلصت. وانت؟ وانا كمان خلصت. لك ليش عم تلعب بنفس اللعبه؟ وانا جايب لك معلومات عامه عن الطب والتاريخ والجغرافيا، ليش ما بتقراهم؟ يا واحد واحد جدو، بعدين كل شيء بوقته حلو، مو انت هيك بتقول؟ لك اصلي لك جمعة على الحالة هي، رح تخليني اندم اللي جبت لك اياه، قوم بقى قوم هلا قوم، دخنتها، قوم. احسن بكره ما تجي من المدرسة وما تلاقي لي محله. ايه وين بده يروح؟ وين بده يروح؟ يرجع لمحل ما اشتريناه. فهمت علي؟ ايه. لا، انا شيء. خلاص، صار وقت النوم. وهيك جدو؟ لا بس أنا مو نعسانة. أنا كمان مو نعسانة، حكي لنا حكاية جدو. أهلا وسهلا. خلاص هيك بده جدو. لا يا سيدي مو هيك بده جدو. جدو بده إياكم تعرفوا إنه هالكمبيوتر هاد مو بس اللعب والتسلية. طيب شو دخل هاي بهي؟ الظاهر بلشت الحكاية. لازم تعرفوا يا جدو إنه كل شيء في الدنيا له وجهين. وجه إيجابي ووجه سلبي. ما فهمت. التليفون مثلاً فينا نستخدمه لأمر هام تتوقف عليه حياة إنسان، وفينا نستخدمه لطق الحنك والكلام الفاضي، مو هيك؟ بس في ناس بيستعملوا التليفون ليحلوا غلاصتهم على الناس. طيب هاد التليفون شو كمان؟ كل شيء يا جدو، كل شيء بيخطر على بالك إذا ما استعملنا صح بينقلب ضدنا وبيصير علينا خطر. كمان ما فهمت. بسيطة يا جدو، هاي السكين مثلا فينا نأشر فيها التفاح، وكمان إذا استعملناها خطأ فينا نجرح فيها الناس ويمكن نقتلهم وبهيك نصير مجرمين. مظبوط. يعني استخدام الأشياء وخاصة المخترعات الجديدة هو المهم. مثلا هذا الكمبيوتر فيه معلومات عامة عظيمة وفيه كمان ألعاب تسلية. طيب يعني معقولة ما نلعب فيه؟ أنا ما قلت شي يا جدو، العاب وتسلى، بس استفيد من هالآلة الضخمة واستخدم الجانب الإيجابي اللي فيها. طيب والعلم مو جزء من هالاختراعات هاي؟ كمان العلم إذا وقع بأيدي الشريرة بينقلب خطر كبير،
اسمعوا الحكاية. كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان في أمير اسمه جومر. هل تعرفين سبب هذه الجلبة؟ يبدو أنه احتفال بسيط. يقولون أن الأميرة تاج ستتزوج من الأمير جومر. المسكينة أضاعت عمرها هباء. كيف؟ لماذا؟ يقولون أن الأمير جومر شاب أخرق، لا هم له سوى أموال أبيه واللعب في حديقة قصر والده. بل يقولون أن الأميرة تاج هي الفتاة المدللة سخيفة، لا حضور لها ولا منطقة تتكلم فيه، عكس أميرها الأمير جومر. ممكن، ولكنها جميلة. تاج جميلة؟ أنت لا تعرفينها إذن. وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هيا اذهب من هنا فورا. معك حق. لم أستطع إلا الانصياع له عندما رأيته مصرا عليها بهذا الشكل. طبعا فهي صفقة العمر بالنسبة له، لا أظنه كان يحلم بموافقتها، أليس كذلك؟
إنه أمير البلاد كما تعلم، هذا بالإضافة لكونه ولي عهدي ويجب أن لا ننسى. أما ابنتي فقد ترعرعت على العز والدلال، عدا كونها قد تلقت علبها على يد أكبر حكماء المقاطعة. سمو الأمير وسمو الأميرة. أيتها الأميرة تاج، وسلم للأمير طاعتك له كزوج لك وأب لأطفالك. أنت أيضا أيها الأمير جومر، قدم للأميرة إخلاصك وتفانيك كزوجة لك وأم لأطفالك. قد أصبحت الآن ملكي، بل لنقل أن ممتلكاتي قد اتسعت قليلا. أخبروني أنك كأبيك طماعة وأنانية، أخبروني أنك كأمك حقود حسود، ومع ذلك قبلت الزواج مني. لأنني أحببتك أيها الغبي. وأنا كذلك، سعادتي بك لا توصف يا أميرتي وأميرة بلادي. Oh!
أيها الأمير جومر، استيقظ أيها الأمير. هيا. ماذا حدث؟ يا إلهي، إنها مجزرة. أبي، 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 يا الله، لماذا؟ لماذا يا مردوك؟ جومر، يكفي يا جومر، يكفي. كنت أظنك الأمير جومر الشجاع، الوريث الشرعي لهذه المملكة الشاسعة، وليس طفلا مدللا ولوح يبكي. لكة مهدمة ووريث لم يستطع حماية والده. لا فائدة، لا فائدة أيها الأمير، لا فائدة. وتاج، أين تاج يا مردوك؟ لقد اختطفوها يا جومر. اختطفوها؟ لماذا؟ ثم من هم هؤلاء وماذا يريدون؟ اهدأ يا جومر، اهدأ ودعني أشرح لك. هل تعرف هؤلاء القتلة يا معلمي؟ وهل تعرف لماذا فعلوا ذلك؟ نعم، على ما أظن. إذا قل لي أرجوك. الهجوم كله هدفه خطف الأميرة تاج. وماذا يريدون منها؟ إن تاج مرصودة بقوة عظيمة مذ كانت صغيرة. قوة عظيمة؟ قوة ماذا؟ قوة العلم والمعرفة، وهي ستنقلها لأطفالها عند زواجها. أكمل. وهذا ما لا يريده زورداك الساحر الشيطان. زورداك؟ هل تعني أن سبب هذا هو زورداك الساحر؟ نعم، وهو غريمي إذن. طبعا يا جومر. وتريد مني القصاص من زورداك؟ لا شك أنك تحلم. القصاص ممن قتل أمك وأباك واختطف عروسك وأشاع الفزع والفوضى في مملكتك، تسميه حلما؟ ولكنه يا سيدي زورداك، فكيف لنا أن نقتص منه وهو على ما تعلم؟ أما كيف فلا بد من طريقة ما، خاصة عندما تقر أنت أن الأمن والسلام يجب أن يعاد إلى ملكك. حسنا، أكمل لي وضع تاج. إن قوة زورداك في انحلال مع مرور الوقت، وذلك بسبب جهله وعدم توفر العلوم الجيدة بين يديه. وبعد؟ ولما كانت تاج مرصودة بتلك العلوم التي ستورثها للأجيال القادمة، فقد قرر على ما يبدو خطفها وانتزاع المعرفة منها بالقوة. يا إلهي، وبالتالي تكبر قوته ويوسع مساحة سيطرته. والحل يا سيدي؟ يجب انقاذ تاج من بين يديه اولا، ثم القضاء عليه نهائيا. وكيف السبيل الى ذلك ايها المعلم مردوك؟ ثم ما ادراك انه لم يقتلها ايضا؟ لا، فهو بحاجة لها. اسمع يا جومر، هو لن يقتلها قبل ان ينتزع المعرفة منها.
أو ماذا؟ أو إذا فشل بذلك لن نطيق بقاءها حية مشكلة خطرا كبيرا عليه. إذا يجب أن نسرع قبل أن يفقد أمله منها، أو قبل أن تستسلم له. لا، لن تفعلها تاج، لن تستسلم له بسهولة إطلاقا. إيه بس مو حلو وقت بتقطعها وبتقلنا منكملها بعد شوي. يا سيدي أمرك، ما راح نكملها بعد شوي، راح نكملها بكرة. تصبحوا على خير. الأيام والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟